السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومختلف من عالم السيارات. واضح طبعا الاختلاف في الدخلة بتاعت الفيديو. النهاردة معانا فيات دوبلو، واحدة من العربيات المختلفة في السوق المصري وبتنافس في فئة مطلوبة كمان في السوق المصري برغم قلة عدد العربيات الموجودة فيها. بتنافس في فئة الام بي في او العربيات المالتي بيربس فيكل. عدد العربيات اللي فيها محدود ومع ذلك العربية ما بنشوفهاش في الشارع المصري، وهو ده السؤال بتاعنا النهاردة. ليه يا ترى فيات دوبلو واحدة من العربيات المستبعدة دايما من خياراتنا لما بنيجي نفكر في عربية ام بي في؟ السؤال ليك، لما بتفكر تشتري عربية ام بي في هل بتفكر تشتري فيات دوبلو؟ هل فكرت تنزل تبص على العربية او تتفرج عليها؟ هو ده السؤال بتاعنا، ليه فيات دوبلو غايبة عن اختياراتنا؟ النهاردة هنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية دي، هنتعرف على أهم نقاط القوة فيها، ونتعرف كمان على أهم العيوب اللي موجودة فيها واللي بتخلينا أحيانا نستبعدها وأحيانا ما نسمعش عنها في الشارع. هو ده السؤال بتاعنا النهاردة، وهو دي التفاصيل بتاعتنا النهاردة في الريفيو. تعالوا كده ناخد لفة حوالين العربية من جوه ومن بره، وبعد كده نرجع نتكلم على كل التفاصيل المتعلقة بفيات دوبلو 2021. ركز معايا بقى في الجزئية دي عشان هنتكلم فيها على أسعار وفئات الفيات دوبلو، لأنها فيها شوية لعبكة لكن هنحاول نبسطها على قد ما نقدر دلوقتي. مبدئيا أول نقطة مهمة جدا وهتسهل علينا كتير لازم تعرفها، وهي أن العربية بتخاطب شريحتين مش شريحة واحدة من الناس. الشريحة الأولانية شريحة الكارجو، شريحة الكارجو دي اللي هي الناس المهتمة بالأعمال التجارية وعمليات النقل الخاصة بالبضائع، والشريحة التانية شريحة الكومبي اللي هي شريحة الأفراد والأسر اللي بتدور على العربيات يكون فيها مساحات كبيرة جوه العربية، أو بتدور على عدد أفراد كبير أو عندها عدد أفراد كبير فعايز تستغل أكبر قدر من المساحة في العربية. فإحنا كده عندنا شريحة الكارجو الخاصة بالأعمال التجارية وشريحة الكومبي الخاصة بالأفراد والأسر. في شريحة الكارجو الخاصة بالأعمال التجارية عندنا أربع فئات أو أربع اختلافات في التجهيزات بتنزل بيهم العربية. مبدئيا في الأربع فئات السقف بيكون سقف منخفض مش مرتفع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لكن في الفئة الأولى اللي هي البيزك بسعر 215,000 في فئة الكارجو بتنزل بتجهيزات اعتيادية مع طول قاعدة العجلات العادية الطبيعية بتاعتنا، وزي ما قلت لكم من غير السقف الزيادة أو الارتفاع اللي موجود هنا. بعد كده هتزود حوالي 25,000 جنيه توصل ل 240,000 جنيه، هتحصل على شوية اوبشن زيادة منها مثلا الجنط مع شوية حاجات كده دلع، لكن هنفضل زي ما احنا نفس طول قاعدة العجلات ومفيش سقف مرتفع. بعد كده هتوصل لسعر 265,000 جنيه، وهنا هتاخد اوبشن زيادة وهو طول حوالي 30 سنتي زيادة في طول قاعدة العجلات، يعني هتبقى العربية أطول لكن لازلنا برضو مفيش سقف مرتفع موجود هنا. فكده عندنا حوالي 3 فئات مختلفين في التجهيزات، آخر فئة فيهم هتبقى أطول بحوالي 30 سنتي في طول قاعدة العجلات بتاعتها. الفئة الرابعة والأخيرة في فئة الكارجو هتكون بسعر 290,000، ودي هتفرق في منظومة الحركة. منظومة الحركة بتاعتها بتكون 1400 سي سي ولكن مزودة بشاحن تربو، وهنا هنتعرف عليها برضو بشكل تفصيلي لما نيجي نتكلم عن المحرك، لان هنا الفئة دي تحديدا هي اللي تنزل بمحرك بيعمل بالغاز مع البنزين مع بعض. دي كده الفئة الاولانية اللي هي فئة الكارجو. اما الفئة التانية اللي هي فئة الكومبي فهي سهلة، معانا منها اول فئة اللي موجودة دلوقتي واللي بتنزل بسعر 330,000، بتنزل بسقف مرتفع زي ما احنا شايفين وطول قاعدة عجلات عادي مش طويل. الفئة اللي بعد كده او الاعلى تجهيزا بتنزل من غير السقف المرتفع ده ولكن بطول قاعدة عجلات اطول ب 30 سنتي عن العربية اللي موجودة قدامنا دلوقتي، وطول ال 30 سنتي دول بيسمح لك بتركيب كنبة خلفية علشان تبقى العربية تتحول من 5 مقاعد لسبع مقاعد. وطبعا سعر العربية برضو 330,000، يعني في فئة الكومبي اللي هي مخصصة للافراد بتبقى نفس سعر العربية في الفئتين 330,000، مفيش فيها اي اختلاف. اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح لكم التفريعة الخاصة بتسعير العربية وفئتها. تعالوا بقى ندخل على التجهيزات الموجودة في العربية ونبتدي بمقدمة العربية.
في الاغلب في فئه الام بي في بشكل عام وهنا في الدوبلو بشكل خاص المساحات دايما بتيجي على حساب التصميم. التصميم مش ملفت للنظر قوي، تصميم مش رياضي، تصميم عادي جدا ويمكن اقل من العادي كمان، ولكن بيؤدي الغرض لو واحد عملي وبيدور على عربيه ام بي في وعايز مساحات وعايز اداء، مش عايز حاجه اكتر من كده. مبدئيا منظومه الاضاءه الاماميه هالوجين بالكامل، منظومه الاضاءه الخلفيه هالوجين بالكامل في كل فئات الدوبلو سواء في الكومبي او حتى في الكارجو، مفيش فيها اي اختلاف. الاحظ كمان الجزء الكبير جدا الموجود قدام سواء متعلق بفتحات التهويه او الاكسدام الامامي اللي بيجي كله من الفبر الاسود المط، طبعا مدينا منظر كمان مختلف للعربيه الى حد ما ملفت للنظر، ممكن ناس تحبه وممكن ناس ما تحبوش، ولكن تحس ان هو لاحم في بعضه، يعني فتحات التهويه لاحمه مع الشبكه الاماميه، لاحمه مع الاكسدام، لاحم مع الديفيوزر، كله مع بعضه مفيش فيه اي فواصل او تطعيمات كروم او حاجه فيها دلع او كده. ألاحظ انه في اماكن للفوج لايت موجوده هنا ممكن تركبها لو انت عايز ده كحاجه اضافيه في العربيه. عندنا تصفيح كامل كمان اسفل المحرك. تعالوا بقى ندخل على المحرك ومنظومه الحركه لان فيها اختلاف زي ما قلت لكم ما بين الكارجو وما بين الكامبي. يلا بينا. الدوبلو بتطرح بخيارين من المحركات، الخيار الاول اللي معانا النهارده بسعه 1.4 لتر بتنفس طبيعي متوصل على نقل حركه مانوال او يدوي من 5 سرعات زائد سرعه الريفرس او الرجوع للخلف. المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه 95 حصان وعزم بيوصل ل 146.5 او 147.5 حاجه زي كده. طيب المنظومه دي نفسها هي اللي كانت موجوده في الفيات تيبو المانوال، النسخه المانوال من فيات تيبو نفس المحرك اللي موجود هنا في الفيات دوبلو. طيب المخيار الثاني او النسخه الثانيه من المحركات بتيجي بسعه 1.3 لتر او 1300 سي سي تربو متوصل على شاحن تربو، ناقل حركه يدوي برضو من 6 سرعات، والمنظومه دي بتطلع قوه حصانيه بتوصل ل 120 حصان او اكتر وبتعمل بالغاز مع البنزين. هي دي النسخه اللي انا بقول لكم عليها المطروحه في مبادره الاحلال والتجديد. ده كده سريعا ما يتعلق بالفروق ما بين منظومات الحركه في فيات دوبلو سواء المحرك ال 1400 بتنفس طبيعي او 1300 مع شاحن التربو. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتكلم على كل التفاصيل المتعلقه بيه. يلا بينا. طيب قبل ما نبتدي الكلام على التفاصيل الموجوده في جنب العربيه خلونا نتفق اتفاق، وهو ان احنا اتكلمنا في المقدمه انه في نسخه بتيجي اطول حوالي 30 سنتي عن النسخه العاديه اللي موجوده معانا دلوقتي، وقلت ان طول قاعده العجلات اطول ب 30 سنتي، وتحديدا عشان نكون دقيقين مش طول قاعده العجلات هو الطول الاجمالي للعربيه. هنا الطول الاجمالي للعربيه مع النسخه الهاي روف اللي موجوده اللي هو السقف المرتفع بيكون طولها الاجمالي حوالي 4 متر و40 سنتي، 4 متر و40 سنتي، في حين ان طول العربيه في النسخه الماكسي اللي هي بتيجي من غير سقف مرتفع ولكن بتيجي اطول شويه بتبقى حوالي 4 متر 75 سنتي، فعندنا حوالي 30 سنتي زياده في الطول الاجمالي بتاع العربيه. وهنتكلم على ال 30 سنتي دول ممكن نعمل بيهم ايه واحنا بنتكلم في ظهر العربيه. طيب في النسخه الماكسي اطول 30 سنتي اتفقنا. طيب طول قاعده العجلات 2 متر 75 سنتي، وده ثابت في الفئتين او في النسخه الماكسي وفي النسخه العاديه. احنا بنقول مجازا انه 30 سنتي في طول قاعده العجلات، لكن هو مش في الطول اللي هو من بين عجله والعجله، لا هو في الطول الاجمالي بتاع العربيه، ودي نقطه مهمه جدا لازم الفت النظر ليها. طيب ارتفاع العربيه عن الارض مش معروف، ولكن ارتفاع كافي جدا وواضح جدا من العربيه ان هي مرتفعه بشكل مناسب. عندنا بابين جرار مش باب واحد، باب يمين وباب شمال موجودين هنا، والسلايد بتاعه سهل وسلس مفيش فيه اي مشكله، مع لوك موجود في نهايته بحيث ان انت ما تقدرش تقفل الباب في حاله ان انت يعني اللي معاك اطفال او حاجه الباب ما يقفلش عليهم لا قدر الله. طيب بقفله ازاي؟ من خلال برضو لوك ده موجود هو نفسه من خلاله بقدر اقفل الباب بالشكل ده سواء على الباب اليمين او الباب الشمال. مساحات الزجاجيه الموجوده في العربيه كبيره جدا ومستغله بشكل لطيف، عندنا مساحه زجاجيه كبيره موجوده هنا، عندنا مساحه زجاجيه موجوده هنا كمان، بالاضافه كمان للمساحه الزجاجيه الموجوده لباب السائق حجمها كبير جدا وغير اعتيادي. طبعا في عندنا كمان مساحات زجاجيه موجوده على السقف او الهاي روف الموجود في العربيه من هنا. طيب عندنا كمان المرايات الجانبيه، المرايات الجانبيه قابله للضبط كهربائيا من جوه العربيه من خلال بكره موجوده في الظهر هنا نتعرف عليها لما نركب جوه، وعندنا كمان فيها مثبت عليها اشارات جانبيه طبعا بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين، وهو لون المرايه نفسه بيجي باللون الاسود المط، لكن الطي بتاعها بيكون يدوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مش كهربائي في اي من فئات الفيات دوبلو. لاحظ كمان جزء موجود هنا كده جزء شياكه يعني او لمسه جماليه بيجي من بيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، او مش بلاستيك يعني هو زي ستيكر كده باللون
الاسود بيدي منظر مختلف شويه للعربيه. الجنط هنا مقاسه 15 انش في كل فئات الفيات دوبلو، ما فيش فيه اي اختلاف، بيبقى جنط حديد مع طاسة 15 انش. ونفس طبعا الجنط ده هو اللي موجود في الاستبن بتاع العربيه، في ظهر العربيه. بقى هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقه بظهر العربيه دلوقتي، لان فيها مجموعه كبيره من نقاط القوه اللي بتميز العربيه دي عن غيرها من منافسينها في فئه الام بي في. يلا بينا ننتقل لظهر العربيه ونتكلم اكتر عن التفاصيل اللي موجوده فيه. يلا بينا. وصلنا للنقطة اللي بدأنا من عندها، وهي منطقة الشنطة، منطقة التحميل وظهر الشنطة أو ظهر العربية. طيب مبدئيا كده في شوية أو مجموعة تركات بتمثل نقاط قوة في العربية هنا، وبتظهر جدا 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 في منطقة ظهر العربية. مبدئيا عندنا اختلاف ما بين النسخة الماكسي اللي هي النسخة بطول قاعدة عجلات أطول اللي احنا اتكلمنا عنها وكنا بنتكلم في جنب العربية، وما بين النسخة اللي معانا دلوقتي اللي هي بالهاي روف أو بالسقف المرتفع. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف في طريقة فتح باب الشنطة. هنا باب الشنطة بيفتح عن طريق مقبضين، مقبض موجود هنا بالشكل ده والمقبض الثاني موجود هنا، يعني عندنا ضرفتين، في ضرفة بتفتح يمين وضرفة بتفتح شمال، ضرفة أكبر من ضرفة. أما في النسخة الماكسي اللي هي النسخة الأطول بيكون عندنا الباب عبارة عن كتلة واحدة وبيفتح لفوق بشكل تقليدي عادي، مش على شكل ضرفتين زي ما احنا شايفين. ده كده أول اختلاف ما بين النسخة الماكسي والنسخة العادية اللي هي الهاي روف زي ما احنا شايفين. طيب ندخل بقى من جوه على مساحة التخزين، واللي هي واحدة من أهم نقاط القوة اللي بتنافس بيهم العربية هنا في السوق المحلي. هنا مساحة التخزين في النسخة دي اللي هي فيها كنبة خلفية مع كرسيين أماميين، الباقي هنا المساحة دي 4300 لتر تخزين، طبعا مع السقف المرتفع بتزود المساحة، بالإضافة كمان ان انت ممكن تلغي الكنبة الخلفية فبتزود المساحة، او تتني الكنبة الخلفية، بلاش تلغيها، تتني الكنبة الخلفية فبتزود عندك مساحة التخزين اكتر من 4300 لتر. في حين ان المساحة تختلف اكيد في النسخة الماكسي، لان عندك طول قاعدة عجلات اطول 30 سنتي، ف 30 سنتي دول ممكن تركب فيهم كنبة تالتة موجودة او كنبة تانية، فيبقى عندك كنبتين بالإضافة للكراسي الأمامية، يعني العربية تبقى 7 مقاعد بدل 5 مقاعد. وطبعا السقف ما بيكونش مرتفع بالشكل ده، فاكيد هيختلف معاك في مساحة التخزين. شوية تركات بقى جوه مساحة التخزين او جوه منطقة التخزين الموجودة هنا. مبدئيا يعني عندي فتحة 12 فولت، عندنا وحدة اضاءة هالوجين، مساحات تخزين كبيرة موجودة على الجنبين اليمين والشمال. عندي كمان الجزء الخاص بيه الستارة، الستارة دي قبل الازالة بالشكل ده سهلة، سهلة الإزالة بتاعتها ما فيش فيها اي مشكلة. وانا عايز اغطي الحاجة اللي موجودة في الشنطة. عايز اوريكم برضو الطول زي ما انتم شايفين كده، طول العربية او الطول من جوه كمان طول مناسب جدا زي ما شفتوا في البداية كده. انا يعني خرجت لكم من جوه، انا كنت واقف ما فيش اي مشكلة. طيب في تركية تانية كمان ظريفة جدا ومهمة جدا لازم نلفت النظر ليها، وهو الرامب اللي موجود هنا. عندنا رامب موجود هنا او سلايدر موجود بالشكل ده مقابل للإطالة من خلال الكليبس موجود كده، ممكن اروح دايس عليه واطول بالشكل ده بالطول اللي انا محتاجه واثبته على الاكسدون اللي موجود هنا. وعندنا كمان واحد موجود هنا برضو نفس الحكاية بالشكل ده، برضو ممكن اطوله على الطول اللي انا محتاجه بالشكل ده كده واروح مثبته هنا. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في انه ربنا يعافينا يا رب دايما، لو حد عنده عنده مشكله قاعد على كرسي، كبار السن بيستخدموا الكراسي المتحركه، فيبقى سهل عليهم الطلوع والنزول من العربيه بشكل سهل وسلس. في اوبشن كمان اضافي بس هيزود معاك في سعر العربيه حوالي 90,000 جنيه، ممكن تجيب ونش كهربائي موجود وبيركب، والتوكيل هنا بيوفره. ونش كهربائي بينزل اوتوماتيك وبيشيل الكرسي كاملا وبيدخله جوه العربيه وبيقفل على نفسه علشان مش هتبذل اي مجهود اثناء رفع الكراسي المتحركه، وده برده موجود زي ما قلت لكم اوبشن زيادي موجود في العربيه، وبيكلفك حوالي 90,000 جنيه على ثمن العربيه. طبعا في جنشات موجوده على الارض، 4 جنشات موجوده علشان الربط لو انت عايز تربط اي حاجه، او لو الكرسي خايف ان هو يتحرك من مكانه فعايز تربطه في الارض، ففي عندك جنشات موجوده هنا. بالمناسبه العربيه دي تعتبر واحده من اشهر العربيات الموجوده في مطارات اوروبا. الناس اللي بتسافر اوروبا يعني تاكد على المعلومه اللي انا بقولها، العربيه مشهوره جدا في مطارات اوروبا بسبب ان هي بتستخدم في المناطق المتعلقه بالناس اللي عندها كرسي متحرك، او الناس اللي عندها اعاقه او كده بتستخدم كرسي متحرك، فبالتالي بيستخدموها في المطارات عشان تبقى سهله جدا ان هو يركب العربيه وتوصله دايركت على الطياره، فما يحتاجش يمشي كتير بالكرسي او يركب اتوبيس او ينزل من الاتوبيس او الكلام ده. فهي عربيه مستخدمه بشكل كبير جدا، وتعتبر العربيه رقم واحد في مطارات اوروبا فيما يتعلق بالاستخدام الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه. طيب تعالوا بقى نقفل الباب كده
ما هكسر الدنيا باين عليا. طيب تعالوا نقفل الباب ونتكلم شوية بقى على الأوبشنز الموجودة خارجيا في ظهر العربية. مبدئيا منظومة الإضاءة الخلفية بتيجي هالوجين زي ما اتفقنا وفوانيس عمودية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، سواء هنا في النسخة دي أو في النسخة الأعلى كمان اللي هي النسخة الماكسي. مش عايز أقول نسخة أعلى، يعني هما نسختين مختلفتين، فالنسختين الإضاءة بتاعتهم بتيجي هالوجين بالكامل. عندنا سنسور ركن خلفية موجودة هنا مثبتة على طول الاصطدام الخلفي اللي بيجي من الفبر الأسود المط. طيب مساحة الاستبن اللي موجودة، طبعا احنا ما اتكلمناش عن الاستبن موجود هنا، الاستبن بيبقى موجود في بطن العربيه من تحت من الجزء اللي هنا، بالاضافه كمان للجزء الخاص بالعده بتاعته موجوده برده في مساحه التخزين. انا ما وريتهالكوش هنا، موجوده في الجزء ده مساحه تخزين مثبت او موجود جواها العده الخاصه بالاستبن. طيب عندنا الازاز طبعا الخلفي مساحته مهوله جدا زي ما احنا شايفين، طبعا جواه سخانات عشان الشبوره والضباب ومساحه خلفيه مع رشاشات موجوده هنا مع اضاءه تحذيريه خاصه بالفرام الموجوده على السقف من فوق، وعندنا طبعا كلمه دوبلو مكتوبه هنا، والمقبض اللي بيجي طبعا شكله مميز مع ترم من اللون البلاستيك الاسود موجود في منتصف باب الشنطه او بابين الشنطه، خلينا يعني ايه نبقى دقيقين شويه، مع علامه فيات الموجوده في الجنب في الجزء ده. عندي عواكس اضاءه كمان مثبته على طول الديفيوزر الخلفي اللي هو يعتبر مش ديفيوزر قوي، يعتبر جزء من الاصطدام الخلفي. تعالوا بقى نركب العربيه من جوه ونتعرف اكتر على المساحات الموجوده والمقاعد والاوبشنز الموجوده جوه العربيه اللي بتوفرها للركاب من جوه. بالنسبة بقى للمساحات في الخلف فهي مساحات مستغلة بشكل كامل، سواء على مستوى الارتفاع او على مستوى العرض بتاع العربية. فالعرض هنا بكل بساطة وسهولة ممكن ياخد 3 افراد او اطوالهم متوسطة الى طويلة، مفيش اي مشكلة. طبعا طويلة خالص برضو هتاخد مفيش مشكلة، لان زي ما انتم شايفين السقف اهو، يعني كل ده سقف. صراحة انا معجب جدا 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 بحكاية الهاي روف دي، لانها بتدي مساحة مهولة جدا داخلية جوه العربية. طيب القعدة في الكنبة مريحة الى حد ما، ولكن على المسافات الطويلة اعتقد ان هي مش هتكون مريحة قوي، لانه الكنبة الى حد ما مستوية، يعني الكراسي او التصميم بتاع الكنبة مش 3D او مش متماسك للشخص اللي هيقعد عليها، ولكن ما عنديش نفق فتيس في النص، او نفق فتيس يعني يعتبر مش موجود، فبالتالي الشخص اللي هيقعد هنا في النص هيبقى قاعد مرتاح، مفيش فيه اي مشكلة، وبالتالي زي ما قلت لكم هتاخد 3 اشخاص بدون اي مشكلة. طيب الباب اللي موجود هنا، الباب بتاعنا هنا بيبقى فيه لوك موجود هنا داخلي، الباب السلايد او الباب الجرار ده بيبقى فيه لوك داخلي، ممكن اقفل الباب بالشكل ده. المساحات اللي موجوده هنا او الماتيريال المستخدم في الجزء ده كله من البلاستيك. العربيه ما فيش فيها اي تطعيمات جلد نهائيا، ولكن البلاستيك المستخدم بلاستيك قوي ومتماسك. الازاز الخلفي ما بيفتحش، الازاز الخلفي عباره عن مشبك موجود كده بيديك بس مساحه تهويه صغيره، لكن ما بيفتحش بشكل كامل، وده ممكن يعمل مشاكل للناس اللي عندها فوبيا من الاماكن المغلقه. ولذلك كمان كل الازاز تقريبا اللي موجود، سواء اللي موجود في السقف او موجود في السقف من قدام او في الجناب او حتى الازاز الخلفي خالص، كل ده ما بيفتحش. اللي بيفتح الوحيد هو الازاز الامامي الخاص بالراكب الامامي والسائق، لكن الازاز ده زي ما قلت لكم بيبقى عباره عن مشبك موجود هنا مش اكتر من كده. طبعا المقبض ده مقبض سهل الوصول ليه وسهل كمان ان انا امسك فيه، وبالاضافه كمان لمقبض اضافي موجود فوق هنا. طيب ممكن زي ما قلت لكم بسهوله جدا اقدر افتح، وعندي كمان ما فيش مساحات تخزين علوية موجودة فوق، لكن في مساحة تخزين سفلية صغيرة موجودة هنا ممكن أحط فيها إزازة مية كبيرة مع الباب السلايد الموجود هنا. طيب عندي كمان ايه تاني؟ الكنبه الخلفيه نفسها دي بقى، انا قلت لكم احنا بنتكلم في الشنطه، ان انا الكنبه دي قابله للطي علشان الغيها تماما. تعالوا بقى اوريكم نتنيها ازاي. مبدئيا عندك حركتين تتني بيهم الكنبه. مبدئيا دي اول حركه، في مقبض موجود هنا في الجنب هتني الظهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب بعد كده في عندي زي حبل كده او مقبض تاني موجود من القماش، بشده كده هتبص تلاقي الكرسي او الكنبه لوحدها اتنت بالشكل ده، فبالتالي بيديك مساحه تخزين او بيوسع مساحه التخزين بتاعه العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا كده اقدر اقعد في العربيه بالشكل اللي انتم شايفينه عادي جدا بدون اي مشاكل. انا معجب جدا على فكره بالعربيه، ومعجب جدا بالمساحات فيها، ومعجب جدا بالتكنيك المستخدم في توفير المساحات وفي المساحات الزجاجيه وفي الكنبه وطي الكنبه بسهوله ويسر بدون اي مشكله. طيب على فكره الكنبه الخلفيه كمان فيها ايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال، وبكده ندخل بقى في عوامل السلامه والامان في العربيه، وهنتكلم بقى على الكونسول الامامي وكل التفاصيل المتعلقه بالكونسول الامامي. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم اكتر باستفاضه عن العربيه من قدام، يلا بينا. وصلنا للطابلو الامامي في
فيات دوبلو. طيب مبدئيا كده زي ما بنبتدي دايما بعمر السلام والامان، وللاسف هي نقطه ضعف موجوده في العربيه دي وفي الام بي في بشكل عام في السوق المصري. عندنا 2 اير باج موجودين في العربيه، واضح انه في مشكله لما العربيه حجمها بيكبر عوامل السلامه والامان بتقل، يعني في علاقه عكسيه ما بين حجم العربيه وعوامل السلامه والامان. عندنا 2 اير باج بس موجودين على الحجم ده كله، 2 اير باج فقط، اير باج للسائق واير باج للراكب الامامي. انظمه الفرامل نظامين فقط، الاي تي اس او نظام الفرامل منع انغلاق، والاي بي دي اللي هو التوزيع الالكتروني للفرامل. ما عنديش اي اس بي او نظام اتزان الكتروني، ده مش موجود في العربيه. بقيه الحاجات بقى المتعلقه بالسيفتي زي احزمه الامان، القفل بتاع الابواب اوتوماتيكي مع تحرك العربيه، عندنا امبوبلايزر او اللي هو مانع السرقه او مانع اداره المحرك علشان يمنع السرقه، بالاضافه كمان لاحزمه امان ثلاثيه التثبيت موجوده في الخلف. بس هي دي عوامل السلامه والامان موجوده في العربيه بشكل عام. طيب ايه كمان بقى موجود في العربيه بعيدا عن عوامل السلامه والامان؟ مبدئيا مساحات التخزين المهوله في كل مكان في العربيه. العربيه عباره عن مساحه تخزين طالع لها موتور واربع كاوتشات حقيقي، بغض النظر طبعا عن المساحه المهوله اللي موجوده ورا. هنا كمان في الطابلو الامامي عندك مساحه تخزين موجوده هنا، يعني سطحيه شويه، عندك مساحه تخزين موجوده هنا، بالاضافه كمان لجلافز بوكس، يعني مش بس جلافز بوكس، جلافز بوكس عملاق، لا كمان عندك مساحه تخزين صغيره موجوده هنا، عندك كمان مساحه تخزين موجوده في الكونسول الوسطي. الكونسول الوسطي فيه فتحه 12 فولت مع كاب هولدر صغير مع فرامل الايد الكهربائيه مع مكان للولاعه، غير فتحه ال 12 فولت مع طفايه صغيره مع مساحه التخزين برضو موجودة هنا. نقل الحركة أو عصاية نقل الحركة اليدوية، بالإضافة كمان لمساحة تخزين برضو صغيرة خالص موجودة هنا مع فتحة USB Type A. مساحات التخزين موجودة في الأبواب الأمامية أكبر من مساحات التخزين موجودة في الأبواب الخلفية، مع رف عملاق للتخزين موجود في النقطة اللي فوق دي. النقطة دي فيها مساحة تخزين كبيرة جدا. بصوا يعني أنا هطلع لكم بقى إيه الخبايا بتاعت العربية، الأريال والكتالوج. في حاجة تانية؟ لا مفيش حاجة تانية. هو مساحة التخزين متقسمة كمان، يعني مساحة التخزين كبيرة جدا ومهولة، ودي حاجة كويسة جدا في الجزء ده. طبعا الإزاز اللي موجود هنا إزاز أمامي موجود في الروف هنا، كبير حجمه كبير. معرفش بقى هل مع الشمس والحرارة الأخبار هتبقى إيه، لسه مش عارفين. معرفش إذا كانت العربية أصلا متاحة لتجارب القيادة، لا هسأل دلوقتي إن شاء الله لما نخلص الريفيو إذا كانت متاحة لتجربة القيادة عشان نجرب موضوع الشمس والحرارة مع كمية الإزاز اللي موجودة في العربية مفتوحة كلها طبعا، مفيش اي حاجه فيها فميه، فبالتالي هل هتتاثر بالشمس والحراره؟ لا، ده اللي احنا هنحاول نعرفه مع تجربه القياده. من الحاجات اللطيفه موجوده في مقابض في الابواب هنا، المقابض بتاعت الابواب او طريقه فتح الباب. طريقه فتح الباب المقابض بتاعت الابواب موجوده في الجزء ده، يعني عند مسند الايد هتلاقي فيه المقبض بتاع الباب في المسند نفسه، مش مقبض منفصل، المقبض مدمج جوه مسند الايد. طبعا الازاز الامامي والازاز الازازين اللي قدام طبعا ما فيش غيرهم، هو اللي بيتفتحوا بشكل كامل وبيجوا كهرباء. هتلاحظ انه عند كرسي او عند باب بتاع السائق في عندك زرارين للتحكم في الازازين اللي قدام، وهنا كمان عنده زرار موجود علشان يتحكم في الازاز بتاعه برضه، فكل واحد ايه معاه زراره ومعاه ازازه. طيب عندنا كمان المرايات الجانبيه زي ما قلت لكم قابله للضبط كهربائيا من خلال بكره موجوده هنا صغيره، من خلالها بقدر اظبط المرايات الجانبيه سواء اليمين او الشمال. مساحه زجاجيه كبيره جدا في الابواب سواء الباب بتاع السائق او باب الراكب الامامي. فتحات التكييف اللي موجوده هنا 4 فتحات تكييف، التكييف بيجي مانوال طبعا اكيد، وبيجي طبعا منطقه واحده مفيش فيه اي لعب او افكار جديده. الانفتمنت سيستم موجود في العربيه عباره عن راديو اف ام واي ام، مش تاتش سكرين اكيد طبعا، مع بكر ومجموعه ازرار موجوده هنا ومجموعه شورت كات من خلالها اقدر اتحكم في ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه وتشغيل الفوج لايت في حاله ان انا ركبت فوج لايت، مع السخانات الخاصه بالمرايات والزرار الخاص بالانتظار، وشويه بقى ايه ازرار مع بكر علشان اقدر اتحكم في الانفتمنت سيستم. طبعا عجله القياده ما بتجيش مالتي فانكشن وما بتجيش جلد، بتيجي طبعا من البلاستيك، وكل الماتيريال طبعا المستخدم في العربيه زي ما قلت لكم واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه بتيجي من البلاستيك. عجلة القيادة قابلة للضبط لأكثر من وضعية، عندنا فوق وتحت وقدام وورا 4 وضعيات. شاشة العدادات بتيجي شاشة أنالوج عادية جدا مع إضاءة باللون البرتقاني، مع شاشة صغيرة كده بتطلع لك المعلومات الخاصة بالعربية. العربية هنا على فكرة بالمناسبة فيها حساسات للحرارة خارج العربية، يعني بيقول لك درجة الحرارة بره العربية عاملة إزاي، لكن المؤشرات كلها بتيجي أنالوج، سواء مؤشر الـ RPM أو مؤشر السرعة أو مؤشرات الحرارة والبنزين. المقاعد الأمامية بيتم ضبطها في 4 اتجاهات،
قدام وورا، والظهر كمان بيطلع قدام وورا، وده للكرسي السائق وكرسي الراكب الامامي، مفيش فيه اي اختلاف. وطبعا الفرش بالكامل في العربيه بيبقى من القماش. المرايه الخلفيه اللي موجوده هنا بتبقى مساحتها برده كبيره او حجمها كبير عشان يتناسب مع حجم مساحات الزجاج في العربيه، وطبعا بتيجي الدامنج بتاعها او التعتيم بتاعها بيكون يدوي او مانوال. طبعا عندنا ساوند سيستم مكون من 6 سماعات حوالين العربيه، موجود منهم 2 على الاوائم الاماميه و2 في الابواب الاماميه و2 في الابواب الخلفيه. طيب بكده نكون خلصنا الريفيو بتاعنا لفيات دوبلو، وتحديدا الجزء الخاص بالكونسول الامامي.